ناخد بقى الأسئلة اللي جات لنا زي طبعا ما معوداكوا على طول، تبعتولي على البيج بتاعتي على الفيسبوك أو الانستجرام كل الأسئلة عن الشعر وعن البشرة اللي هنلحق نرد عليه في الحلقة هنرد عليه، واللي مش هرد عليه في الحلقة هرد عليكي على طول. لو شعري دهني أغسله قد إيه؟ عايزة أقول السؤال ده اختلفوا فيه كتير جدا خبراء التجميل، لكن أنا يعني ضد أغلب الآراء إن مفيش شعر شبه التاني. يعني الشعر الدهني أو شعرك دهني جدا ولا شعرك دهني نسبة إفراز الغدد أقل شوية، يعني في دهني جدا وفي دهني متوسط وفي جاف جدا. طيب هنا نعمل إيه؟ لو شعرك دهني بتغسلي شعرك من مرتين لثلاثة في الأسبوع، الشامبو بتحطي البلسم على أطراف الشعر أو حتى حطيتيه في الجذور، لازم تغسليه كويس جدا وتهتمي أكتر إن بلسم وحمام الكريم يكون على اطراف الشعر. طب لو شعري جاف، في ناس بقى شعرها جاف بتعمل ايه؟ بتغسله مره واحده بس في الاسبوع. طب ما انت شعرك الجاف ده كل ما تيجي تسرحي وهو ناشف ما بيتسرحش، او شعر بنتك هو بيتكسر في ايدك وبيتقطع، فانت محتاجه انك ترطبيه. طب هو محتاج هنا ترطيب ايه؟ محتاج حاجتين، محتاج ميه ومحتاج بلسم، يعني تحطي بلسم وحمام كريم. فالشعر الجاف بنغسله مرة واحدة بس بالشامبو في الأسبوع، وبنغسل بالبلسم وحمام الكريم مرتين أو ثلاثة في الأسبوع. ما تسرحيش أبدا أبدا الشعر وهو ناشف وبتحسي إن هو كده بيتكسر في إيدك. ولو شعر دهني مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، لأن الدهون بتقفل مسام الشعر. ولو مسام شعرك اتقفلت فهنا بتحصل تساقط وبتحصل قشرة، بتدي يحصل حبوب وتحصل بكتيريا في فروة الشعر، فمهم جدا ان شعرك لازم يكون نظيف. كده خلصنا كل الأسئلة اللي بعتوها.